وللحديث عن قرار إخلاء وهدم منازل المدنيين في الرمادي بحجة التجاوز وأوضاع العراقيين الصحية والمعيشية، ينضم معنا من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور هلال. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية دكتور، ما الداعي لهذه الخطوة، خطوة هدم المنازل التابعة للمدنيين في منطقة الكيلو 5 في الرمادي وفي هذا التوقيت بالذات ومع انتشار فيروس كورونا والضائقة المالية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ أمر للعراقيين من هذا البلاء المتكرر المتزايد الذي حقيقة بلاء مضاعف، بلاء الفساد وبلاء الكورونا وقلة العمل وضيق اليد وتسلط المتجبرين الذين لا يرون في المواطن إلا وسيلة للضغط على وضعه أكثر وابتزازه كما أشار تقريركم. القضية التجاوز الآن في العراق، المتجاوزين على والبناء العشوائي خلينا نسميه، فرضته ظروف البلد حقيقة على الناس، لأنه خلال فترة 17 سنة المنصرمة عانى العراقيون من عدة مراحل من مراحل التشريد والنزوح والتهديم البيوت وفقدان المعيل، خاصة في هذه المناطق التي ابتليت بشكل كبير. نعم. يعني منطقة الأنبار نعرف أنه هناك نسبة النزوح فيها، والموصل وصلاح الدين ومحافظات أخرى نسبة النزوح فيها كانت عالية جدا، فبالتالي هدمت بيوتهم أما بالعمليات العسكرية أو فقدوا المعيل. فبالتالي النظر إلى هؤلاء الناس ليس بالحل القسري الذي يريدون رفع التجاوز. إذا كان الاحترام الدولة والقانون مهم بالنسبة للدولة العراقية والحكومة العراقية، عليهم أن ينظروا ماذا فعل المتظاهرون بالسلاح. طيب في دكتور، داخل بغداد هناك من يؤكد وجود ازدواجية في التعامل بين مناطق وأخرى بشأن قرارات الهدم، يعني هنالك بيوت بنيت تجاوز وملكت لأصحابها، لماذا لا يتم تمليك هذه المنازل لساكنيها على غرار تلك المحافظات؟ أخي الكريم، لو كان التجاوز على المال العام وعلى حقوق الناس هو ما يهم الحكومة أو السلطات الحكومات المحلية، لماذا تم التجاوز على بيوت الناس واحتلتها الميليشيات واحتلوها مسؤولين، وهناك بيوت لمسؤولين عراقيين عوائل عراقية، مهما كان هذا مسؤول سابق مسؤول داي، هل يحق أن تأخذ بيته؟ إذن العملية ليست عملية معالجة التجاوز. التجاوز استخدمت كورقة بيد المحافظات وبيد الحكومات المحلية للضغط على الناس. في بعض المحافظات تم التمليك كما تفضلتم، وفي بعض المحافظات تم هدم البيوت حسب الولاءات وحسب الأهواء الشخصية. لا توجد حالة حقيقة وطنية التي يجتمع عليها الناس. هؤلاء الناس فقدوا المعيل وفقدوا بيوتهم. إذا كانت هناك خطة لإخلاء من هذه المساكن والقضايا العشوائية والتجاوزات العشوائية والبناء العشوائي، ما هو البديل الذي وفرته الدولة لهؤلاء الناس؟ رواتب ماكو، عمل ماكو، حضر قاطع نفوس الناس حقيقة، حتى اللي عنده عمل يتوقف. هؤلاء يعيشون على 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 البنوا هذه المساكن بجهد حقيقة بعد العودة من النزوح بشكل مضني. فبالتالي هذا قتل للناس، هذا قتل، لا هذا ليس الحل. طيب نعم، أين العدالة الاجتماعية دكتور؟ يعني يسأل المتضررون من هذا القرار ويقولون هل بات ملف العشوائيات ودور التجاوز أحد ملفات الدعاية الانتخابية لدى الأحزاب السياسية؟ هذا هو، وأنا هذا قلت، هو تستخدم هذه كورقة سياسية، ورقة ضغط على المواطن للابتزاز، ليس لشيء آخر. واضح جدا أنه لماذا الآن
ولماذا في هذا الظرف الصعب على الناس؟ لماذا تم السكوت عنهم خلال هذه الفترة؟ ولا لماذا لم يتم منعهم منذ البداية؟ يعني إذا كانت الدولة حريصة على أن هذه مناطق لا يجب أن لا يتم تجاوزها، يجب أن تكون حريصة منذ البداية لكي لا تترك المجال للناس أن تضع ما لديها، ما تبقى لديها من أموال، وتجمع حالها في سبيل أن يبنى لهم أو يبنوا لهم بيتا يأويهم من هذا الوضع. هذا السكوت هو بحد ذاته جريمة، فالآن تسكت عنهم سنين، فعندما تأتي وتفاجئهم بلحظة أنه يجب أن تخرج، يجب أن هذا ليس حلا. الحل أن أما أن تكون من البداية تحرم المناطق والبناء العشوائي وتجعل المواطن يتصرف حسب وضع القانون الذي تم أنه وقت الانتخابات، نتذكر أنه يتجاوز هذا الكلام سوف يتم فيه. ألا تعتقد دكتور أنه يجب على الحكومة أن تولي اهتماما وتنهض بهذه الفئات المهمشة خاصة سكان محافظات المنكوبة؟ يعني هل يكفي أن تمنح الحكومة أراضي في مناطق بعيدة جدا دون إعمار للخروج من هذه الأزمة؟ هذا الطرح غير واقعي وغير منطقي وغير إنساني. أولا أنت عند منح قطع أراضي للمتضررين، هذا بحد ذاته مسألة ضحك على الذقون. أولا لكي تبني حي، كي تبني حي وتوزع أراضي، يجب أن تكون الخدمات لهذا الحي واصلة من الماء والكهرباء والشوارع والمجاري، وليس لهم القدرة على هذا. إذن ترك الموضوع بأنه والله نعوضكم عن قطع أراضي، أين كنتم خلال فترة السنتين وثلاثة؟ هنا نسأل السؤال الأهم، هل ساهم الفساد في وصول العراق إلى نسبة الفقر هذه والتدهور الصحي وسوء الخدمات فيه؟ سيد الكريم، العراق يعيش 40% من سكانه تحت مستوى خط الفقر، هذا الإحصائية الدولية. الآن نتكلم عن مناطق تضررت بشكل كبير وسكانها هجروا بالكامل. نعم. هؤلاء الناس يجب أن ترعاهم الدولة. أين الإعمار الذي يتحدثون عنه، إعمار المناطق المنكوبة؟ أين المبالغ التي رصدت لإعمار هذه المناطق المنكوبة؟ ألا يوجد لهؤلاء الناس بيوت؟ أين بيوتهم التي هدمت؟ البيوت المهدمة ماذا فعلت الدولة لإعمارها أو لتعويض المتضررين؟ أصبحت ورقة ابتزاز، وأصبحت ورقة تجارة، وأصبحت ورقة مدخل للفساد. نعم. يعني أنا أقول لك من حادثة من شهود عيان، وشهود عيان يعني أستطيع أن أقول أسمائهم ولكن للحفاظ على حياتهم، والله الذي ذهب إلى التعويض عن ديونهم التي هدمت طلب منهم النصف المبلغ الذي يقترضونه وهو عليه ما عليه، والدوائر الأخرى تطلب النصف الآخر فتخلوا عنها لأنه، وهذا علني وواضح. نعم. ومعروف. نعم. والمحافظ يعرف، والقائمين على هذا العمل. نعم. في محافظة. نعم. لمباط تحديدا يعرفون هذا الأسماء ومن يبتزهم بهذا. فإذا المواطن ماذا يفعل إذا أنت؟ نعم. إذا أريد يعوض أنت تبتزه، وإذا باقي تهدم بيته، يعني هذه حرب. الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.